أهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان. هنروح مع حضراتكم نتابع أخبار الجو النهاردة وهيئة الأرصاد اللي بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ولسه الحرارة شديدة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. أما بالليل فالجو هيكون معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية ومائل الحرارة رطب على باقي الأنحاء، وكمان في نوع من النشاط للرياح على بعض المناطق، وده هيقلل طبعا الإحساس بارتفاع درجات الحرارة وأيضا نسبة الرطوبة. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الطقس النهاردة، هنتعرف عليها من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور منار، ويعني لو حضرتك تقول لنا، يعني كنا بنقول إنه في ارتفاع في نسبة الرطوبة وده هيحسسنا بدرجات الحرارة أعلى درجتين أو 4 درجات تقريبا. بالفعل يمكن احنا اليوم بنشهد انخفاض طفيف جدا في درجات الحرارة بحوالي درجة عن الأمس، لأن اليوم متوقع العظمى على القاهرة الكبرى تكون 34 درجة مئوية، لكن استمرار ارتفاع نسب الرطوبة يعني خلال فترات النهار وفترات الليل هي اللي هتزود إحساسنا أكتر بارتفاع درجات الحرارة، وهتخلينا لسه بنحس بالأجواء الحارة الرطبة فترات النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري سواحلنا الشمالية. أيضا الأجواء هتظل شديدة الحرارة على المحافظات الموجودة في جنوب البلاد، شمال وجنوب الصعيد، وأيضا بعض المناطق من جنوب سيناء. فطبعا خلال فترات النهار، خاصة كمان إن في زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس، دايما نسب الرطوبة المرتفعة هي اللي بتخلينا نحس أكثر بارتفاع درجات الحرارة، يعني درجة الحرارة المحسوسة بتبقى أعلى دايما من درجة الحرارة المقاسة بحوالي من 2 لـ4 درجات على اختلاف نسب الرطوبة طبعا من منطقة لمنطقة. يمكن سواحلنا الشمالية بتبقى أعلى نسب رطوبة، بتوصل فيها نسب الرطوبة ل 90 و95%، أيضا القاهرة الكبرى نسب الرطوبة بتتجاوز ال 85%. خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس الأجواء بتكون أجواء مائلة للحرارة رطبة، لأن احنا هنحس كمان فترات الليل بارتفاع نسب الرطوبة خلال فترات الليل على أغلب المناطق اللي موجودة في الجمهورية. كمان في نشاط رياح فترات المساء والساعات الأولى من الليل، ده بيقلل إحساسنا بنسب الرطوبة، فبالتالي بنحس مع نشاط الرياح دايما بانخفاض درجات الحرارة. كمان طبعا متوقع استمرار تكون شبورة مائية على الطرق الزراعية أو السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، مدن القناة، السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري. طبعا كمان متوقع طبعا استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على المناطق الجنوبية. طبعا وده يا دكتور منار يؤدي لسقوط أمطار في هذه المناطق؟ طبعا مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة في فرص لسقوط الأمطار الخفيفة واللي قد تكون رعدية أحيانا على في أي المحافظات يا دكتور؟ مناطق من طبعا سلاسل جبال البحر الاحمر، وتحديدا عند حلايب وشلاتين، مرسى علم، القصير، بعض المناطق كمان من جنوب سيناء زي سانت كاترين، بعض المناطق من المجرى الملاحي زي ابو سمبل واسوان. المناطق دي كلها معرضه لسقوط امطار خفيفه ورعديه احيانا، وكمان طبعا مع السحب الرعديه بيبقى في رياح هابطه بتبقى تعمل اثاره لبعض الرمال والاتربه في المناطق دي. لكن ناكد ان الامطار غير مؤثره تماما على اعمال الانشطه اليوميه، وهي مستمره فرصها معانا الى يوم الثلاثاء القادم باذن الله. نشكر حضرتك دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه، شكرا جزيلا على وجودك معنا دلوقتي يا دكتور. خلينا نروح مع حضراتكم نشوف درجات الحراره بالتفصيل النهارده. القاهره درجه الحراره العظمى سجلت 34 والصغرى 25، اسكندريه 32 24، اما مطروح ف 31 24، سيوة 37 والصغرى 23، بورسعيد العظمى 32 والصغرى 25، ودمياط 32 والصغرى 25، وإسماعيلية العظمى 35 والصغرى 24، والسويس سجلت 35 أما الصغرى سجلت 24. ونروح للعريش، والعظمى سجلت 32 والصغرى 24، وطابة 36 27، كاترين 35 19، شرم الشيخ 39 29، الغردقة 40 29، والفيوم 36 والصغرى 24، بني سويف 36 والصغرى 24، المنيا العظمى 36 والصغرى 24. نروح مع حضراتكم لأسيوط، والعظمى سجلت 37 والصغرى 24،
وعشرين، أما سوهاج فالعظمى 37، والصغرى 25، هنا 41، 27، والأقصر 42، 28، أسوان 43، 29، والوادي الجديد 41، 26، شلاتين العظمى 39، والصغرى 29، وأخيرا حلايب العظمى 35، والصغرى 25.